محمود يحيى عضو في حركة فدائي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة موجودين من يوم الجمعة موجودين عند السفارة الإسرائيلية عشان نقول للشعب المصري يا ريت يا جماعة نفوق، لأن اللي بيحصل في مصر دلوقتي لازم نفهم ان ديت مؤامرة، وان احنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض ونكون موجودين دلوقتي للدفاع عن بلدنا. دلوقتي الناس اللي في السلطة للأسف ما لهمش اي رد فعل رسمي على اللي بيحصل. دلوقتي بيموت مننا ناس على حدودنا مع اليهود، وما فيش اي تعليق من المجلس العسكري. عايزين اي بيان يطلع من المجلس العسكري رسمي يقول يوضح موقف مصر من اللي بيحصل دلوقتي. ازاي يتضرب مننا 6 جنود ونقف ساكتين؟ ازاي ما يكونش هنا اي رد فعل؟ دلوقتي لازم ناخد موقف حاسم، لازم نطرد السفير، لازم نسحب سفيرنا من هناك، لازم نبص في معاهدة كامب ديفيد ونعدلها، لازم نوقف جميع التعاملات مع اليهود لحد ما نوصل للفاعل الاساسي والمؤامرة اللي بتحصل علينا ديت. زائد ان احنا ان شاء الله لازم نقف ايد واحدة عشان ننجح ثورتنا، وعشان نكون مشاركين مع بعض في انجاح الثورة. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرف الخلعاوي المنسق العام لجبهة المستقلين الاحرار. احنا بنبدأ اعتصامنا قدام السفارة الإسرائيلية لثلاث مطالب نرجو من المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه حققها للثوار المصريين. واحد، الاعتذار الرسمي من حكومة بنيامين نتنياهو. 2، نقل السفارة الإسرائيلية من مكانها، لأنه المكان الحالي مكان حيوي وحساس والسكان بيشتكوا. 3، قطع العلاقات مع إسرائيل لحين انتهاء التحقيقات، وقطع الغاز بما فيها قطع الغاز برضو لحين انتهاء التحقيقات في مقتل الجنود المصريين، وأن معاهدة كامب ديفيد تنص على أنه يمكن لأي طرف من الأطراف أنه يعدل بند من البنود، وإحنا عايزين تعديل بزيادة الجنود المصريين على الحدود المصرية لحماية أراضينا، وأنه معاهدة كامب ديفيد تنص أيضا أنه في علاقات دبلوماسية، والعلاقات الدبلوماسية ما كانش تنص على أنه تبقى في سفارة داخل مصر. ولكن إحنا بنقول عشان مصر تدعو للسلام ومصر دولة السلام، نقول نرجو تحقيق مطالب الثوار المصريين، ونرجو من المجلس العسكري تحقيق مطالب الثوار.